إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا الخطوة ليش كذا تلفونك أيها الإخوة والأخوات أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم رجل ينازع الله رداءه ورجل ينازع الله إزاره فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز ورجل في شك من أمر الله والقنوط من رحمة الله هؤلاء الثلاثة لا تسأل عن هلاكهم وخسرانهم وسوء عاقبتهم لا تسأل عنهم فإن ذلك أمر مؤكد أمر محقق وذلك دليل على عظم الجريمة التي اقترفوها وكبر الذنب الذي اكتسبوه الذي أوبقهم وأدى بهم إلى هذا الهلاك المحقق فلا تسأل عنهم الأول منهم رجل ينازع الله تبارك وتعالى في خصائصه لله خصائص لا يشاركه فيها أحد من خلقه فمن نازع الله في خصيصة من خصائصه فهو عرضة لهلاك محقق ومن هذه الخصائص صفة الكبرياء وصفة العزة وله الكبرياء في السماوات والأرض له وحده لا لغيره الكبرياء في السماوات والأرض هو القوي القهار ذو القوة المتين
هو القاهر فوق عباده، هو العزيز ذو العزة المانع المنيع، لا يرام عزته لا ترام. من نازع الله تبارك وتعالى في تلك الصفات التي تدل على الكبرياء والعظمة فذلك رجل تعرض لعذاب الله وعقوبته، ومن نازع الله في خصائصه قصمه وأهلكه وعذبه عذابا أبديا. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة، أدنى شيء من الكبر من كان في قلبه لا يدخل الجنة، ومن لا يدخل الجنة فمأواه النار. فقال الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. التجمل والتزين بالزينة المباحة ليس من الكبر في شيء، بل إن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال. لكن هل تريد أن تعرف الكبر، حقيقة الكبر وماهيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، يقول: الكبر بطر الحق، أي رد الحق وإنكار الحق بعد أن تبين لك. هذه خصلة من خصال الكبر. من رد الحق الواضح الوارد في كتاب الله أو في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه حق، فذاك متكبر ومعاند ومعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى. فيجب على كل أحد أن يسلم للحق وأن يذعن للحق وأن يستسلم للحق إذا تبين له. بطل الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس، ازدراء الناس، أن ترى أن لك فضلا على الناس، أن تتكبر وتتعالى على الناس وتنظر إليهم نظرة ازدراء واحتقار. ذلك هو النوع الثاني أو الخصلة الثانية من خصال الكبر. يجب على العبد أن يتواضع، يجب على العبد أن يتواضع لله. فمن تواضع لله تبارك وتعالى رفعه، وما ترفع أحد في هذه الدنيا مهما كان إلا وضعه الله تبارك وتعالى، وتلك سنة الله في الكون. تواضع واعرف قدرك، فرحم الله من عرف قدر نفسه. كيف تتكبر وأن لك أن تتعاظم وتجهل حقيقتك، تجهل حقيقة أمرك؟ وهل أنت يا عبد الله إلا من تلك النطفة النتنة، وتحمل في بطنك العذرة، وتصير إلى جيفة قذرة؟ أن لك أن تتكبر، أصلك من تلك النطفة المني وهي منتنة نتنة. ثم أنت حي وقوي
ومعافى وتتخيل وتتكبر. لو نظرت ما في بطنك لاستحييت من الكبرياء والتعاظم. ثم أمرك ينتهي إلى جيفة قذرة، جيفة تكرهها الأنفس، يواريها أقرباؤها وخلانها، فلا يتحملون أن تكون على ظهر البسيطة حتى يواروها تحت الأرض، جيفة قذرة. أن لك أن تتكبر لو كنت تعرف قدرك، لو كنت تعرف حقيقة أمرك لما كان للكبر وللتعاظم محل في نفسك وفي قلبك. تلك هي الخصلة الأولى، من كان فيها فهو ينازع الله ويخاصم الله في خصيصة من خصائصه. الخصلة الثانية، والرجل الثاني ممن لا يسأل عنه، ممن انتهى أمره وانتهى إلى عذاب الله وعقوبته وهو معرض لعذاب أبدي، وذلك الرجل الذي هو في شك من أمر الله، في شك من أمر الله. بعض الناس وللأسف يشكون في حقائق بديهية، منهم من يشك في وجود الله تبارك وتعالى، وهل يمكن لعاقل أن يشك في وجود الله؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ من خلق هذه السماوات ومن مهد الأرض ونصب الجبال وخلق الشمس والقمر وخلق هذا الإنسان العجيب؟ من خلقه لابد له من خالق، لابد لهذه الكائنات من موجد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ ليس هناك شيء يوجد صدفة من دون موجد، هذا ممتنع. وليس هناك شيء يخلق نفسه بنفسه، ممتنع. ما من موجود إلا وله موجد، دليل واضح في غاية الوضوح. ومن الناس من يشك في ملكية الله تبارك وتعالى لهذا الكون وتدبيره والتصرف فيه، وهذا أيضا أبلح، أبلح، أحمق، ليس له عقل صحيح. لو كان له عقل صحيح لأدرك بعقله وبالاستدلال بآيات الله الكونية لأدرك بأن هذا العالم الواسع بكائناته المنتظم لا يمكن أن يبقى كذلك وعلى هذا الانتظام إلا بموجب ومدبر واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومن الناس من يشك في أمر الله، أمره الكوني أو أمره الشرعي. الله تبارك وتعالى خبره صدق وحكمه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار لاستحالة الكذب عليه تبارك وتعالى، وعدل في الأحكام
لاستحالة الظلم عليه تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن أخباره فيما يأتي في المستقبل، أخباره المتعلقة فيما مضى كلها صدق ولا شك فيها، وأحكامه مبنية على العدل، نعم لا شك في ذلك. المؤمن لا يشك، بل عنده إيمان جازم لا يشوبه الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الريب والشك، لأن الشك كفر ونفاق ومناف للإيمان. إذن الشاك في أمر الله تبارك وتعالى هالك. الرجل الثالث هو من يقنط من رحمة ربه، وهذا في الغالب أيها الأحبة في الله يحصل، أو حالة تعتري العصاة. إذا أكثر الإنسان من العصيان ومن الذنوب، الشيطان يدخل عليه ويحدثه بأنه لا ينال رحمة الله تبارك وتعالى، فيقنطه من رحمته حتى يسترسل في المعاصي والذنوب ويموت على سوء الخاتمة ويصاحب الشيطان في النار. أن يقنط الإنسان من رحمة الله أمر لا ينبغي أن يكون عليه مؤمن. الله تبارك وتعالى واسع الرحمة وواسع المغفرة، وقد وسعت رحمته كل شيء، وسبقت رحمته على غضبه تبارك وتعالى، فلا ينبغي للعبد العاصي أن يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوفونا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم أيها الأحبة في الله، مهما بلغ ذنبك فإن رحمة الله أوسع من ذنوب العباد، فلماذا تقنط من رحمة الله؟ تب إلى الله، افتح مع الله تبارك وتعالى صفحة جديدة، تأكد بأنك إذا تبت إلى الله توبة صحيحة بأن ذنوبك ستغفر، والله هو الغفار وهو الغفور الرحيم وهو واسع الرحمة. فلا ينبغي أن يقنط العبد المؤمن من رحمة الله مهما بلغت به الذنوب والمعاصي. ولهذا الله تبارك وتعالى ذكر عن نبيه يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لأبنائه: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. إما كافر وإما ضال. أما المؤمن مهما كان عصيانه فإنه على رجاء. لا ينبغي للعبد أن يذهب به الرجاء إلى الأمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
هذا لأهل الصلاح والطاعة، ولا ينبغي له أيضا في الجانب الآخر أن يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. نعم، لا تيأس من رحمة الله، وجدد الحياة وتب إلى الله. إذن من وقع في خصلة واحدة من هذه الخصال الثلاث فإنه على هلكة. من نازع الله في ردائه، أو نازعه في إزاره، في خصيصة من خصائصه، في صفة من صفاته، فإنه هالك. ومن شك في أمر الله الكوني أو أمره الشرعي فهو هالك. ومن وقع في القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى فهو هالك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.